السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا وعليكم الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات. حلقة اليوم مشاهدينا حول العراق، قتلى وجرحى في قصف لطيران العراقي على شمال الفلوجة، ومعارك مستمرة في بيجي بين تنظيم الدولة الإسلامية والجيش والحشد الشعبي على مشارف المدينة. من جانبه أعلن تنظيم الدولة الإسلامية على إسقاط طائرة من سلاح الجو العراقي في الأنبار، وهي معارك مشاهدينا الكرام لا تنتهي مع قدوم شهر رمضان. والحديث عن تسليح العشائر والأكراد عبر الحكومة، وتساؤلات أيضا عن مدى قدرتها على تغيير المعادلة على الأرض بعد سقوط الرمادي في يد التنظيم في 17 ماي المنصرم، حيث أشار ضابط بالتحالف الدولي أن سقوط الرمادي سببه انسحاب غير مبرر للجيش. نحاول أن نناقش كل هذا مشاهدينا الكرام رفقة ضيوفنا، وأبدأ بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ مازن التميمي الناطق باسم المجلس السياسي العام للثوار العراق. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. بداية، يعني لو لخصنا المشهد في العراق، يعني مثلا لو بدأنا بآخر ما حدث اليوم، القصف على شمال الفلوجة يخلف قتلى وجرحى، يعني إلى أي مدى يتساءل المشاهد تستمر مثل هذه الانتهاكات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وإلى قناتكم، وأنتهز هذه الفرصة، فرصة حلول شهر رمضان المبارك، وأهنئ الأمة العربية والإسلامية بهذا الشهر الفضيلة، وأتمنى العز والخير لكل أمتنا. الحقيقة موضوع الفلوجة، استهدفت الفلوجة بشكل غير اعتيادي وبشكل استثنائي قياسا ببقية المناطق، وحقيقة هذه منذ الاحتلال ولغاية الآن الفلوجة تدفع ثمن، وكثيرا ما تعرضت هذه المدينة الباسلة إلى اضطهاد سواء من قبل الاحتلال أو من الحكومات التي جاءت مع المحتل، والتي لا تزال الآن تقصف يوميا ويقتل فيها الأبرياء من الأطفال ومن النساء. أنا أعتقد للأسف الشديد هناك توجه لدى الحكومة، أو خلينا بين قوسين أقول لدى بعض قيادات داخل التحالف الوطني، تجد في الفلوجة مثل ما وصفها أحد قيادات الميليشيات، اعتبر الفلوجة هي رأس الأفعى أو السرطان ويجب أن تستأصل. عندما يكون هكذا توجه وهكذا شعار يرفع من قبل زعيم أكبر ميليشيا اللي هو فيلق بدر ويقول على الفلوجة رأس الأفعى يجب أن تقطع، هذا دليل ترجمة فعلية تمارسها الحكومة يوميا لمحاربة أهل الفلوجة، وإلا كيف يسمح لنفسه مسؤول بهذا المستوى أن يصف مدينة واجهت الاحتلال وقاومت الاحتلال الأمريكي أن يصفها بالسرطان أو برأس الأفعى؟ هذه كلها الحقيقة طرق يراد منها أن إشعال الفتنة، ويراد منها أن تذبح هذه المدينة الباسلة. ولاحظنا أنه عندما تدخل هذه الميليشيات تمارس نفس ممارسات الداعش، لا تختلف عن داعش في إيذائها، في نهبها، في حرقها للبشر وللمنازل وللممتلكات. فأنا أعتقد هذه المدينة كانت صامدة وتبقى صامدة وستبقى صامدة طالما أنهم أبناء هذا البلد، ومن يريد أن يتصدى إلى داعش يعرفون أين هي داعش، ويعرفون أين كانت داعش. ولماذا لا يقاتل داعش عندما دخلت إلى الرمادي؟ تركوها أن تستفحل وتستمكن ويذهبون لقصف الأحياء السكنية في الفلوجة وقتل هؤلاء الأبرياء. طيب، بتحول في هذا النقاش أيضا للأستاذ نزار السامرائي المستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من عمان. أهلا وسهلا بك دكتور نزار، ونبارك لك الشهر الفضيل. نتحدث عن قصف على الفلوجة وكذلك اشتباكات ومعارك كر وفر ما زالت في بيجي. يعني السؤال الأكبر الآن، يعني أمام سقوط الكثير من المناطق مؤخرا آخرها الرمادي وما جاورها في يد تنظيم الدولة الإسلامية، يعني هذا القصف المستمر على المدنيين العزل في الفلوجة وديالة وبيجي وغيرها، يعني ما الغرض منه؟ أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة المغاربية وللعاملين فيها، وبمناسبة شهر رمضان المبارك أتقدم بالتهنئة الحارة أعاده الله علينا نحن كعراقيين وعرب ومسلمين كافة باليمن والبركة والخير. يا سيدتي، فيما يتعلق بمعارك مدينة بيجي ومعارك مدينة محافظة صلاح الدين ككل ومعارك المحافظات الأخرى، ربما أستطيع أن أجزم بأن مدينة بيجي استعادتها الحكومة على وفق ما قالت بياناتها
20 مرة، ولكنها في كل مرة تفاجئنا بأنها تخوض معارك لتطهير هذه المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية. بمعنى أن البيانات التي كانت تصدرها، البيانات العسكرية أقصد التي كانت تصدرها الحكومة، لم تكن تصدر عن قناعة حقيقية أو أساس على الأرض، من دون أن يكون هنالك مراسل واحد محايد ينقل لفضائية أو ينقل لوكالة أنباء أو لراديو مشاهد محايدة ومن طرف مستقل عن ما يقع هناك. كل الأخبار كانت تخرج إما عن طريق الحكومة والميليشيات أو وزارة الدفاع التابعة للحكومة من جانب أو من جانب تنظيم الدولة الإسلامية، وكل طرف يقول بأنه ما زال مسيطرا على المنطقة. ولكن أظن أن التقارير التي وردت مؤخرا من منطقة مصفات بيجي تشير إلى أن المعارك فيها ما تزال على أشدها، وكذلك تم طرد القوات الحكومية من مدينة بيجي أو من وسط مدينة بيجي إلى جنوبها في منطقة المزرعة. هذا يؤكد لنا بأن المعارك ما تزال قائمة، ومن دون أن يستطيع الطرف الحكومي حسمها لصالحه. وأظن أن المعارك يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى حيث ما تواجدت الميليشيات الطائفية التي عاثت في الأرض فسادا وأحرقت الأحياء وأحرقت الدور وفجرت المساجد وسرقت المحال التجارية. لذلك فهذا أعطى دافعا كبيرا لمقاومة دور الميليشيات والوقوف ضدها في معظم المدن وخاصة في مدينة الرمادي وسائر محافظة الأنبار. طيب، اليوم محافظ صلاح الدين يدعو الأهالي، أهالي منطقة تكريت، للعودة إلى مساكنهم، يعني والحديث والسؤال عن حرق الكثير من البيوت، عن حديث سابق أيضا من العشائر عن منع هؤلاء الأهالي من العودة إلى أماكنهم. يعني ونحن نتحدث على معارك بيجي واستعصائها على الحشد الشعبي والجيش، يعني نموذج تكريت لماذا لم يتكرر مجددا في مناطق أخرى؟ يا سيدتي، محافظ صلاح الدين يتحدث عن خيال وأمنيات لا أساس لها على الأرض. هو كان ممنوعا أصلا من الدخول إلى مدينة تكريت ليمارس دوره كمحافظ للمحافظة، وكذلك أعضاء مجلس المحافظة منعوا من الدخول إلى هذه المحافظة إلا بعد تدخل أطراف إقليمية ودولية والحكومة المركزية، حتى سمحت لهم الميليشيات التي كانت تحتل مدينة تكريت. على العموم، يمكن أن يطلق تصريحا بهذا الشكل كجزء من العلاقات العامة التي يمارسها، أما الواقع فهو شيء آخر. وأظن أن من سيعود إلى مدينة تكريت سيجد ركاما ولا دور قائمة على فوق الأرض التي كانت تقام فيها. المزيد من الدور سرقت وتم تفجيرها أو أحرقت. المحال التجارية لم يعد لها شيء على الأرض، وكذلك المساجد، وكذلك كل المستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية. بمعنى أن أبناء مدينة تكريت إن عادوا لها بشكل أو بآخر سيحتاجون إلى خيام كي يقيموا فيها لحين ما يتم إعادة بناء مدينتهم. ولكن في ظني أن الحكومة سوف لن تنفق دولارا واحدا من أجل إعادة المدن التي دمرتها الميليشيات. أعود إليك ضيفي هنا أستاذ مازن، يعني نتحدث لو بقينا في الحديث عن تكريت، قربها الدور، ناحية جلام شهدت قبل أيام اختطاف لما قيل عنه 135 مدني، وأظهروا في شاشة بعض القنوات العربية على أنهم دواعش تم أسرهم، وإلى الآن تتحدث منظمات حقوقية أنهم لا يزالوا لم يظهر أثرهم بعد. يعني هذه العمليات، هذه الانتهاكات، ما كان يذكره الدكتور السامرائي عن عملية حرق قتل، يعني هل تساعد مثل هذه الانتهاكات الطائفية في استعادة المناطق الأخرى التي ما زال يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بالنظر لهذا النموذج في التحرير؟ هذه الانتهاكات هو مشروع ممنهج، يعني هي ليس مجرد صدفة أو لربما رد فعل أفراد مثل ما يصور لها البعض.
هو مستهدفين أبناء تكريت ومستهدفين كل أبناء العراق من قبل هذه الميليشيات، طالما هذه الميليشيات لديها مشروع وتأتمر بقرارات إيرانية، فبالتالي أي معارضة لهذا المشروع يستهدف بغض النظر عن لونه كان شيعيا أو سنيا. المهم أن لا يتقاطع مع المشروع الصفوي التي يراد له أن يثبت في العراق. ما حصل في الدور عندما دخلت هذه الميليشيات الطائفية والتي مارست أبشع الجرائم أكثر مما مارستها داعش أو أن تكون بمستوى داعش، حرقت البيوت واختطفت النساء والرجال والأطفال، وأكثر من 135 إنسان مصيرهم مجهول، ومحافظ صلاح الدين يصرح ويريد أن يعطي لنفسه وكأنه قادر على إدارة دفة الأمور داخل تكريت بالوقت الذي هو منع من تكريت هو ومجلس المحافظة، يريد أن يعطي هذه الرسالة بأنه تكريت مستقرة وهو يضمن للعوائل أن تعود. إذا كان رجلا ويدعي أنه محافظ، لماذا لا يطالب بمصير هؤلاء الذين هم جزء من محافظة صلاح الدين واختطفوا من قبل الميليشيات، وقل بعض منهم قتل والبعض منهم حرقت دورة، وهم أبرياء وليس لهم علاقة لا بداعش ولا بأي جهة إرهابية، بل العكس كانوا تحت ظلم داعش وتعرضوا إلى ظلم داعش، ولكنهم تعرضوا إلى ظلم الميليشيات، ميليشيات قاسم سليماني وميليشيات الطائفية الموجودة بالعراق. أنا أعتقد ما يجري في العراق هو عملية استهداف للهوية الوطنية، ويراد من العراقيون أن يصفون ويلغون الهوية الوطنية وتحل محلها الهوية الطائفية، ولا يوجد في العراق دولة بقدر ما هناك حكومات ميليشياوية في كل شارع وفي كل زقاق. الدولة عاجزة، رئيس الحكومة أضعف حلقة موجودة، ينفذ مخططات وأجندة قاسم سليماني، وهو لا يختلف عن المالكي، قد يكون نسخة مستنسخة من المالكي لأنه من نفس الحزب ومن نفس العباءة التي جاءت به إلى السلطة. أنا أعتقد أنه الآن ما يجري في محافظات صلاح الدين والأنبار وفي كل العراق هناك عمليات وحشية تمارس من هذه الميليشيات يوميا، واليافطة أنه مقاتلة داعش أو الهدف هو محاربة داعش. هل موجودين داعش في هذه المناطق التي تعرضت دورهم للحرق والسلب؟ ونحن نعرف أنه في تكريت دخلت القوات والحشد ما يسمى بالحشد الشعبي، لم يكونون داعش موجودين، اختفوا وكأنه ذهبوا إلى المريخ. وفي الأنبار أيضا نفس الشيء، حصل سلمت الأنبار استلام وتسليم، والآن بعض الرمادي سلمت استلام من قبل قائد الفرقة، وحتى هناك من صرح بيقول بأنه لم تحصل معركة. إذن هذه المعلومة ربما أعود بها إلى العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون الاستراتيجية، بعد الترحيب بك ومباركة الشهر الفضيل لك دكتور صفوت. يعني يتحدث ضيفي عن انسحاب للجيش بدون أي مقاتلة في الرمادي، وربما هذا ما أقر به ضابط في التحالف اليوم، يتحدث على أنه سقوط الرمادي سببه انسحاب غير مبرر للجيش. يعني كيف يمكن أن ربما هذه المعلومات على الصعيد الاستراتيجي أن نقرأها؟ لماذا هذه الميليشيات التي توصف بالطائفية الحشد الشعبي يقوم بكلها بهذا الكم الهائل من الانتهاكات، وفي المقابل الجيش الوطني ينسحب من دون قتال؟ الجيش الوطني نحن نعتبر جميعا عندما يعني نتحدث عن الجيش العراقي ربما فقد اكثر من ثلث قوته خلال العام الاخير. الجيش الوطني يبنى يعني بناء على يعني على مفهوم الامه او مفهوم الدوله الوطنيه، ولكن اذا كان مفهوم الدوله الوطنيه لدي عناصر الشعب العراقي مختلف عليها وليس متفق عليها، كيف نسمي الآن أو كيف نبحث الآن أو كيف الآن نتحدث عن عقيدة عسكرية أو عن تصور لعدو أو تصور لكيفية مواجهة عدو أو كيفية حتى بناء هرم قيادي وسلطوي داخل المؤسسة العسكرية؟ أبناء الشعب العراقي لم يعد متفقين الآن على هوية الدولة العراقية. الأكراد زي مشروعهم الطائفية الشيعية لها مشروعها، السنة ربما تائهون ويبحثون ربما عن 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 مستقر لهم أو عن شكل لكيان سياسي، ولكن للأسف الشديد ربما أزمة الصحوات التي حدثت مع يعني مع ولاية الرئيس جورج بوش الابن، وربما دفعوا أثمانها كثيرا عندما ربما أعطوا أولوية للتعامل مع تنظيم
بهم القافلة ثم فاجأوا أو فوجئوا بما حدث لهم. الآن كيف نتحدث عن جيش؟ المشروع الذي قدمته إيران هو مشروع الحشد الشعبي. الولايات المتحدة كانت متقدمة للغاية من هذا الأمر، لكن يبدو أنها خضعت أخيرا مع ربما فاعلية الهجمات الخاصة بالدولة الإسلامية. الأكراد أيضا يبحثون عن مشروعهم، حتى الحديث الآن عن تسليح للعشائر وتسليح للأكراد يطرح سؤال كبير، لأن هناك اشتراطات في بغداد أن التسليح لا يؤثر على ربما على عمل السنة في اتجاه الدولة العراقية، بمعنى تحييد تسليحهم الثقيل، بمعنى منعهم من أن يتوصل لديهم القدرة الحركية والمناورة والقدرة النيرانية. حتى الأكراد يشاركون الحكومة في بغداد هذه المخاوف أيضا من تسليح العشائر السنية، وحتى الحكومة العراقية تتخوف من زيادة أو تكثيف الأسلحة لدي البشمركة ولدي قوات الأكراد، وبالتالي الشك قائم والشك مسيطر تماما، والجميع ينتظر متى سيقول البيت الأبيض كفى ولنبحث الآن في مسألة الفيدرالية أو مسألة جديدة لشكل الدولة. طيب قبل ربما الحديث عن شكل الدولة، يعني هناك إشكال يطرح على الأرض، يعني تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يتقدم يوما بعد آخر، يعني اليوم يتحدث وسائل الإعلام التابعة لهذا التنظيم تتحدث على إسقاط طائرتين تابعتين لسلاح الجو العراقي، يعني هذا التنظيم يمتلك أسلحة استولى عليها في الموصل وفي الرمادي وفي الكثير من المناطق التي سيطر عليها، يعني إلى أي مدى حسب رأيك هذه الأسلحة التي يمتلكها ستجعله يصمد ربما أكثر، حتى وإن سلح البشمركة وسلحت العشائر ربما لن تستطيع حسم المعركة في الأجل المتوسط أو القريب لنقل؟ تنظيم الدولة يدير عمليات ربما بما تسمى الحرب الهجين، واستطاع الآن أن يتعامل مع مستويين، مستوى حرب العصابات وربما عمليات الكر والفر، وأيضا مستوى التمسك ببعض المدن وبعض المناطق الحضرية السكانية الكثيفة وربما الدفاع عنها بشكل دفاع تقليدي. لكن أنا أعتقد أن تنظيم الدولة تنظيم مرن للغاية. نحن في اليومين الماضيين شاهدنا انسحابا سريعا من تل أبيض، شاهدنا استيعابا كبيرا لدي التنظيم الدولة من الخطأ الكبير الذي ربما أحدثه لنفسه في معركة عين العرب أو كوباني. تنظيم الدولة مستعد للتراجع ثم التقدم ثم الذهاب إلى أحزمة محيطة بمناطق حضرية ثم التقدم مرة أخرى، بحيث إذا مسكت خريطة أو تعاملت بقلم وحاولت أن تجدي أو تحددي شكلا أو نمطا لتصور لشكل قتال قادم بعد يوم أو بعد ربما فترة أسبوع أو عدة أسابيع أو شهور، أنت لن تستطيع أن تجدي نمطا ما. لديهم قدر عالي من المرونة، ليست لديهم مشكلة أن يتخلوا عن مناطق حضرية، ليس لديهم مشكلة أن تتحدثي عن هزيمتهم. لقد مارسوا عملية الحياة على شفا أو على حافة الهزيمة، وربما النهاية منذ عام 2008 وحتى عام 2013. طيب أستاذ صفوة الزيات، يعني السؤال الأكبر ربما الذي الكل يتحدث عنه، لماذا التحالف الدولي لم يستهدفهم؟ لماذا الأرتال التي دخلت لتحرر الرمادي والأرتال التي خرجت ربما من الموصل، لماذا لم يتم استهدافها؟ يعني عملية انسحاب الجيش، عدم استهداف، يعني كل هذا تثير الكثير من الشكوك. في رأيك أنت هذه الشكوك هل تجد لها مبرر منطقي؟ قد نترك لها مبرر منطقي إذا بدأنا في نهج المؤامرة، ولكن أنا أتصور أننا أمام رئيس أمريكي متخصص في إنهاء الحروب. أنت تشاهدين حديث مارتن ديمسي منذ يومين، حديث أشتون كارتر منذ يوم ومنذ أكثر، حديث ربما البيت الأبيض الأمريكي و يعني نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكي يتحدثون على أن المعركة معركة إقليمية ومعركة محلية، أننا لن نقدم جنودنا على الأرض، أن هذا هو المجهود الجوي الذي لن نقدم أكثر منه. يبدو أنهم يأخذون الأمور كلها ويأخذون ربما الفصائل مجتمعة في داخل العراق إلى قناعة ما
أن الولايات المتحدة تأخذهم إلى مشروع قائم وهو مشروع الفيدرالية، ولن يشاهدوا أو لن يجدوا حسما أو دعما عسكريا أكبر مما يتصوروا. العبادي ينتظر طائرات الاف 16 ومزيد من الاليات المدرعه ومزيد من دبابات الابرامز ومزيد من المدفعيه ذاتيه الحركه، والبيت الابيض يدرك ان هذا الامر سيؤخذ بكامله لقصف المناطق السنة يريدون تسليحا كثيفا وثقيلا وأشياء كثيرة، ولكن الأمر مدرك أنه ربما هذا الأمر سيتركن إلى أحزمة بغداد الشمالية والغربية والجنوبية أيضا الغربية. شكرا جزيلا لك العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. أعود إلى ضيفي عبر خدمة سكايب دكتور السمرائي، يعني كيف يمكن أن نتحدث عن هذه المعركة يعني ونحن نتحدث على أن أمريكا تتقدم ثم تتأخر، تتحدث على أنها تقدم المزيد من المدربين، مؤخرا تم الحديث عن إرسال 450 مدرب إضافي، ثم الحديث عن سحب المدربين من العراق وتسليح العشائر وتسليح البشمرجة على حد سواء. يعني هذه الخطوات الأمريكية كيف يمكن أن نقرأها في التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية وفي تسليح الحكومة سواء أو العشائر والأكراد؟ لو ألقينا نظرة فحيصة على السلوك الأمريكي في التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية لوجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقدم إسنادا جويا مبكرا وقويا جدا عندما يتعلق الأمر بالأكراد. حصل هذا في مدينة عين العرب كوباني، وحصل هذا في مدينة تل أبيض في شمال سوريا مؤخرا، وحصل عندما تقدمت قوات تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران يونيو من العام الماضي باتجاه منطقة كردستان، وحصل أيضا في مناطق أخرى كان الأكراد فيها وجود يمكن أن يكون وجودا ملموسا وواضح المعالم. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تختار أصدقائها ومن تقدم له الدعم لأنه يسير على وفق الرؤية الأمريكية التي ليس بالضرورة تتطابق مع مصالح البلدان التي تحصل على دعمها. ما يحصل حاليا في كردستان هو مشروع يتعلق بتقسيم العراق وتركيا كمرحلة الأولى وإلحاق الكردستان السورية مع هذا المثلث، ومن ثم الانتظار لحين ما تحصل تطورات في داخل إيران. بمعنى أن ما جرى مؤخرا في تل أبيض هو جزء من عملية الربط السكاني المحكم عن طريق إزالة الحاجز العربي الذي كان في هذه المدينة، ولذلك امتعضت تركيا امتعاضا شديدا من الدور الأمريكي واعتبرت ذلك الدور بمثابة رسالة سياسية لها. هذا من جهة. من جهة أخرى أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تتلكأ تماما في تسليح العرب السنة. مؤخرا صدر قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي رفض بموجبه تسليح البيشمركة بشكل مباشر بمعزل عن إدارة حكومة بغداد، وهذا أيضا حصل مع العرب السنة في محافظة الأنبار، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها بصدد تقديم السلاح والتدريب للعرب السنة لكي يشكلوا قوتهم الخاصة. أنا أظن أن إيران تستطيع أن تتلاعب بالأعصاب الأمريكية كما ينبغي. وجاءت زيارة حيدر العبادي إلى طهران في يوم أمس بمثابة رسالة مشتركة من حيدر العبادي وحكومة بغداد وطهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ليست مطلقة اليدين في التعامل مع الملف العراقي. طيب أعود إلى ضيفي في الاستوديو أستاذ مازن، يعني خبر ربما لم ينل حظه من الإعلام، الحديث عن إعدام أو الحكم بالإعدام على 7000 سجين في السجون العراقية، ربما هذا الخبر تحت أي سياق يمكن أن نناقشه؟ وهذا الكم العائل من السجناء يحكمون بالإعدام ولا أحد يتحدث عن ذلك؟
وهذه المصيبة أنه ما يجري في العراق من كوارث ومن قتل ومن دمار ونهب لثروات البلد لم يتحدث عنها الإعلام، وإذا تحدث عنها يمر مرور الكرام. نعم، هذا الإعلان صريح وواضح، وقد أعلن في أن تسلم ملفات هؤلاء وتخويل وزارة العدل بإعدام هذا العدد الكبير، وهؤلاء 7000 وبينهم من أعدم على ما أعتقد 10 من أعدم، وهؤلاء الذين حولت ملفاتهم إلى الإعدام 99% منهم أبرياء وجاءوا بهم بمادة 4 إرهاب وبمذكرات كيدية وسوقوا إلى السجون، والبعض منهم لغاية يمكن 10 سنوات ولم توجه له أي تهمة، مجرد المخبر السري، وهؤلاء معظمهم أبرياء وانتزعت تحت التعذيب ويمارس أبشع أنواع التعذيب يوميا. وللأسف الشديد المجتمع الدولي يعرف هذه الحقائق وصامت عنها، وهذه الغريبة، ما يجري في العراق من دمار من قتل من قبل الحكومة ومن قبل رموز العملية السياسية وميليشياتها، العالم صامت ولا يحرك ساكن، كأنه هذه 7000 مو بشر، وهذا الرقم لا يعني العالم ولا يعني الضمير العالمي، وهذه الحالات لو حصلت جزء منها في بقية أرجاء العالم للعالم ثار ثورته. للأسف الشديد، لأن هذه الحكومة هي محمية من العملية السياسية أساسا، محمية من الولايات المتحدة الأمريكية ومحمية من إيران، فبالتالي ما ترتكبه من جرائم ولن يسلط الضوء عليها، وإلا كيف نفسر أن تقوم هذه الحكومة بسلسلة من الإعدامات والتعذيب والسجون، ويوميا يساقون إلى السجون قوافل من الأبرياء، ولم تحرك ساكن لا من قبل المجتمع الدولي ولا ما يسمى بالأمم المتحدة. أضيف بس إلى نقطة، أنه الموضوع اللي طرقوا به الإخوان اللي سبقوني على موضوع أمريكا وموضوع داعش، أمريكا لو تريد أن تقضي على داعش لا يكلفها ساعات إلا وأن تقضي على داعش، لديها القدرة ولكن ليس لديها الرغبة، لأن المستفيد الأول من داعش ووجود داعش في العراق هي إيران وأمريكا وإسرائيل والعملية السياسية. عندما انطلقت الثورة الشعبية وكانت ثورة شعبية بامتياز ووصلت إلى بغداد وقاب قوسين أو أدنى أن تصل إلى بغداد، ظهر داعش إلى العيان، وظهر أبو بكر البغدادي، وأمريكا كانت تتفرج على أبو بكر البغدادي عندما يخطب في أحد جوامع الموصل ولمدة 4 ساعات. لماذا لم يتخذ إجراء في ذلك الحين؟ أنا أعتقد ورقة داعش هي يافطة سيدتي الفاضلة، حتى هؤلاء الميليشيات إذا كانوا يدعون ومن يسوق لهم على أنهم عراقيون ويعملون من أجل العراق، لماذا عندما يدخلون إلى المناطق يقولون لبيك خميني لبيك خمأني، لماذا لا يقولون لبيك يا عراق؟ إذن هذه هو القصد من هذه العملية، يراد للعراق أن يكون جزء من بلاد فارس، مثل ما أعلن أحد قيادات الدولة الإيرانية بأن بغداد هي عاصمة الإمبراطورية الفارسية، ولم يحرك ساكن أي شخص من العملية السياسية، لأنه كلهم عبيد إلى أمريكا وإلى إيران. هذه الانتهاكات كلها تدخل تحت هذا السياق، الانتهاكات الطائفية. نعم، انتهاكات طائفية، ومثل ما ذكر ضيفك أنه حتى الضيف الكريم الأستاذ نزار عندما قال لا يسلحون المناطق اللي فيها المكون السني، نعم لا يسلحوها، لأنه في حسابات الحكومة وحسابات التحالف الوطني والميليشيات يعتبرون كل سنة العراق هم دواعش، وبالتالي هؤلاء لا يمكن أن يسلحون، وإذا أمريكا تتصور أنه تستطيع أن تسلحهم من خلال الحكومة سوف لن يسلحون، لأنه الحكومة ولن تسلح هذه القوة وهذه العناصر باعتبارها أرهاب، وتشكل بالنسبة لهم قد تذهب هذه البنادق. طيب، ضد العملية السياسية. طيب محمد طه حمدون ينضم إلينا في النقاش، ناطق باسم الحراك السني في العراق، أهلا وسهلا بك الأستاذ محمد طه. ونحن نتحدث، ربما نعود للنقطة التي ناقشت فيها ضيفي، يعني الحديث عن 7000 محكوم بالإعدام في العراق شيء، والحديث عن مصالحة وطنية في الأفق، يعني كيف يمكن أن نجمع بين هذا الخبرين؟ كيف يمكن الحديث عن مصالحة وطنية ونحن نتحدث عن هذا الكم الهائل من أحكام الإعدام في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية حياكم الله وحيا ضيوفكم الكرام. الحقيقة ما يجري في العراق كما ذكر بعض الضيوف أنها لم تكن هذه الجريمة الأولى، هنالك جرائم لم تكن هذه الأولى ولم تكن الأخيرة. فما يجري اليوم على أهل السنة هي حملة إبادة جماعية وتطهير طائفي بكل ما للكلمة من معنى، تطهير طائفي على كل الأصعدة، تهجير، استباحة للمدن، تغيير ديموغرافي، استيلاء على كل شيء، سرقة كل شيء، قتل الناس بين الاعتقال والتهجير والقتل. اليوم المكون السني بين هذه الثلاث،
والعالم صامت عن كل ما يجري. اليوم العالم حين نجده ينظر لكل هذه المشاهد والإعلام يرى لكل هذه الجرائم ولا يغير شيء، فبالتالي فقدت الثقة تماما في عدالة العالم أو عدالة الأمم المتحدة أو الاستعانة بالأمريكان، لأن هذه الجرائم اليوم تجري على قدم وساق. بل الأدهى من ذلك أن هذه الميليشيات حين ترتكب هذه الجرائم تصور نفسها بوجوه مكشوفة ورايات مرفوعة وشعارات معروفة، الكل يعرف من يرتكب هذه الجرائم، وهذه الميليشيات تتعمد أن تصور نفسها ووجوهها حين ترتكب هذه الجرائم لتعطي رسالة للعالم. طيب أين هي الجهات الحقوقية المخولة بهذا الملف داخل العراق؟ يعني إذا تحدثنا على صمت عالمي على كل هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم، لكن داخليا أين هي المنظمات الحقوقية التي تعنى بهذا الشأن؟ اليوم المنظمات الحقوقية كل عملها هي جرد هذه الجرائم وتوثيقها وجعلها في إخبارات لا أكثر، لا يمكن أن تقدم شيء أو تؤخر، لأن اليوم القضاء هو مسيس والأجهزة الأمنية كلها مسيسة، وهذه الميليشيات كلها تتبع نسق واحد هو عملية التطهير الطائفي بمراحل وخطى متكاملة، وبالتالي هذه المنظمات ليس لها إلا أن تحصي وتوثق، أما وقت الحساب فلم ولن يأتي بعد. شكرا جزيلا. نحن وجدنا حين ذهبنا إلى بروكسل لعرض هذه الجرائم وجدنا أن هنالك حماية فعلا لهذه الحكومة من أي إدانة أو حساب أمام هذه الجرائم. طيب شكرا جزيلا لك محمد طه حمدون الناطق باسم الحراك السني في العراق، نشكرك جزيلا على مشاركتك معنا. أعود إلى ضيفي عبر السكايب دكتور السمراء، يعني وأنت كنت ربما سجين سابق في إيران، نحن نتحدث على رقم مهول 7000 حكم بالإعدام على سنة داخل السجون، والبعض يتحدث حسب هذا التقرير الذي هو بين يدي الآن لمنظمات حقوقية تتحدث على هؤلاء الأغلب منهم تم انتزاع اعترافات تحت تأثير التعذيب، يعني هذا العنوان كيف يمكن أن نتحدث عنه في العراق ونحن نتحدث على كل هذا الصراع الدائر هناك؟ يا سيدتي 7000 معتقل محكوم عليهم بالإعدام، هذه جريمة تصفية رسمية تقام أو تنفذ باسم وزارة العدل أو باسم القضاء، ولكن هل هي الجريمة الوحيدة التي ترتكبها الدولة؟ هل هي جريمة الإرهاب الرسمي أو إرهاب الدولة الوحيدة؟ أنا أظن أن 7000 معتقل أو محكوم ينبغي أن تحرك الضمير الإنساني، وينبغي أن تحرك المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر والأمم المتحدة بما فيهم أمينها العام، ولكن العالم لا يتحرك على الرغم من أن ما يقع من جرائم يفوق هذا العدد بكثير. إرهاب الدولة لا ينحصر فقط في إصدار أحكاما يراد تنفيذها ويطلب من وزارة العدل، أو حيدر العباد يطلب من مجلس الوزراء تخويل وزارة العدل تنفيذ هذه الأحكام، بمعنى يريد من المجلس الوزراء أن يصادق على ارتكاب مجزرة جماعية ب7000 محكوم بموجب عمليات تعذيب منهجي واعترافات مأخوذة بالقوة، وهذه الاعترافات لا يؤخذ بها وفقا لقوانين القوانين الجنائية التي تحترم لغة القانون وتحترم مواطنها وتحترم حقوق الإنسان. لذلك أقول ما يجري حاليا هو استنساخ لتجربة الحكومة الإيرانية في تعاملها مع الأسرى العراقيين، وأظن أن ما يقع أيضا من جرائم خارج المعتقلات هو أضعاف من رقم 7000، لأن من يقتل في اليوم الواحد في العراق يزيد على 100 شخص، بمعنى أننا في كل يوم في كل شهر لدينا رقم كبير، ولدينا بالنتيجة آلاف مؤلفة من الذين يدفعون حياتهم ثمنا لجرائم الميليشيات والحكومة الميليشيات. شكرا جزيلا لك دكتور نزار سمرائي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، نشكرك جزيلا على مشاركتك معنا من عمان. أعود إلى ضيفي هنا في الختام، يعني كيف يمكن الحديث عن المشهد العراقي ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل؟ يعني سيدتي الفاضلة أنت ذكرتي أنه 7000 يعلن عن إعدامهم بالوقت اللي يرفعون شعار المصالحة الوطنية. نعم. شوف هذا التناقض، يعني هذا التسويق الإعلامي الرخيص، أي مصالحة يتحدث
يتحدثون عنها. بعدين من يحاكم من؟ الذي جاء على الدبابة الأمريكية وقتل العراقيين وسرق ممتلكاتهم وثرواتهم، وهذا الذي يجب أن يحاكم، أم العراقي المظلوم المستهدف؟ طيب هناك جرائم منظورة ارتكبت من قبل الدولة ومن قبل ميليشياتها موثقة، وراح أضرب مثل والعالم كله يسمع، في عندما طلعت مظاهرات سلمية في ساحة التحرير 27 مواطن عراقي قتل من قبل ببنادق وجهتها حكومة المالكي إلى هؤلاء الأبرياء. أين 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 الجنات من هذه الجريمة؟ أين الجنات من جريمة الحويجة التي أمام العالم ارتكبت بحق وقتل 150 إنسان بريء؟ أين هي القضاء من هذه الجرائم؟ أين القضاء من جريمة الفلوجة؟ أين القضاء من حرق المواطن اللي هو حي من قبل الميليشيات والجرائم التي ارتكبت في ديالى وجامع سارية وفي الجوامع العراقية؟ والرجال رجال يوميا يقتل ناس من قبل أبرياء من قبل الميليشيات، أين هو القضاء؟ أين هذه المحاكم التي يتشدقون بها؟ لا يوجد قضاء في العراق، هناك قضاء مسيس، وهذه القرارات والأوامر تصدر من طهران، وعلى حكومة المنطقة السوداء أن تنفذ ما يريده قاسم سليمان وما تريده إيران. شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن التميم الناطق باسم المجلس ثوار العراق، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، وأشكر أيضا وجدد الشكر لضيوفي نزار السمرائي مستشار مركز العراق للدراسات، وكذلك العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون الاستراتيجية، وأجدد شكري أيضا للأستاذ محمد طه حمدون الناطق باسم الحراك السني. شكري موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، كل سنة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.